وبيجيب الكلام ده منين؟ اه بجيبه كده اهو. طيب بشكرك دكتور محمود الشامي. دكتور محمود اتفضل. بركاته. اتفضل دكتور محمود اتفضل. طبعا انا بشكر حضرتك طبعا اولا، وبشكر فريق الاعداد بتاعك انه بيطرح قضيه جامده وقضيه تهم المجتمع. ونتكلم في علمين اتنين يكاد يكون في بينهم وبين بعض ما بين المشرق والمغرب. انا بحب الدكتور احمد عماره، الدكتور النفسي المحترم، وبتابعه من زمان، ويمكن هو يفتكر اسمي، انا كنت صديق ليه على موقع التواصل الاجتماعي. وبشكر الاستاذ اللي جنب حضرتك، وبشكر الاستاذ عبير عملت لها مداخله قبل كده وشكرتني. برضو بشكر الاستاذ محمد فرعون عملت له مداخله قبل كده وقال لي انت اهدى شويه اهدى شويه. لكن خلينا اتكلم معاك يا استاذ وائل واتكلم مع المشاهدين. شكرا جمعه للاستاذ محمد فرعون ده. اتفضل معايا. معايا استاذ وائل. اتفضل اتفضل. اولا الابراج، الكلام للاستاذ اللي جنب حضرتك على طول مباشره، ذكرت في القران الكريم في سوره كامله في القران اسمها البروج. كمان في ايه في سوره الفرقان بتقول تبارك الذي جعل في السماء بروجا. ابن كثير والجلالين قالوا 12 برج، الحمل والصور والجوزاء والسرطان الى اخر الابراج. وما اكتفوش بكده، قالوا وقيدنا لكل برج كوكب، السرطان وله القمر، الاسد وله الشمس. الناس دي ما كانتش بتاعت ابراج يا جماعه يا ناس، الناس دي كانت مفسره للقران، لكن فسروا كما يجب او كما راوا. يعني الابراج جت في القران، برج العقرب حظه ايه وبرج الحوت حظه ايه؟ انا ممكن اسال، انا جاي لحضرتك وافسر كل حاجه بس خليني. ده تفسيرك انت يعني. ما ايه دكتور بعد اذنك لو سمحت ممكن اطرح عليك سؤال واقول لحضرتك اساميهم دكتور بعد اذنك. اتفضل. سؤال مهم. ممكن لو سمحتم اخد حقي، انا مش معاكم، انا مش قاعد معاكم. ممكن يا استاذ بعد اذنك اخد حقي كمتصل؟ اتفضل. دلوقتي هنكمل ايات ربنا لما قال فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. ربنا يكاد يقسم بمواقع النجوم اللي هي الابراج. ربنا في ايه بتقول والاجابه ديت والايه دي موجهه للاستاذ احمد عماره، وسخر لكم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سخر لكم، يبقى إذن يا مين متحكم؟ إذن يا دكتور أحمد يا عمارة يا دكتور يا نفسي، ربنا لما سخر لنا الدواب علقناه في ساقية، حملنا الاثقال، حلبناه، استفدنا منه كل الله اللي عليك. ممكنه. خليك معايا، فمش من الممكن ومن المعقول يا ناس يا اللي بتعقلون ان يسخر لنا الشمس والقمر والنجوم علشان ما نستفدش وما يبقاش في علاقه بيننا وبينهم. دي واحده. ايوه الثانيه، ينفع الحمار مسخر ليا واقول هو اللي محركني؟ بتاع بورسعيد، ممكن لو سمحت ما تعذرنيش يا دكتور احمد بعد اذنك. حاضر. الاستاذ انا بس عايز اوضح انه ده تفسيرك انت، انا مش هاخد بانه كلامك ده هو التفسير الصحيح للنص القراني، يعني ده تفسيرك انت يعني. ده تفسير الجلالين وابن كثير والاعداد بتاعك الشاطر، يقدر يخش على جوجل ويشوف تفسير الايه اللي في سوره الفرقان اللي بتقول تبارك الذي جعل في السماء بروجا، مش تفسير انا. ايوه ايوه تفسير انت. ايه التفسير لها بقى؟ ابن كثير. يا استاذ وائل انا راجل باحث ودارس. ما انا فاهم. ايه علاقه ده بابراج هذه الزمان اللي وفي نفس الوقت اللي برج العقرب كذا وبرج الحوت كذا؟ التوقع. مش هتكلم في صفات، وزي ما الاستاذ محمد فرعون قال صفات، لا انا هكلمك في توقع وهقول لك ان عندي اماره معينه لكوكب معين في مكان معين لابد ان يتغير نظام الحكم في مصر. ان سمعتني كويس هتفهمني، وان الدكتور احمد عماره سمع كويس هيفهمني، اكيد الاستاذ عبير فهماني، واكيد الاستاذ احمد فرعون فهمني. لا يعني ايه بس؟ يعني ايه تقدر تعرف ان نظام الحكم في مصر هيتغير ازاي؟ ممكن حضرتك تسمعني كويس؟ ما انا بسمعك اهو، ما تقول لي على طول يا دكتور، ما انا بعمل ايه دلوقتي؟ ربنا حكم حركه الكواكب بآية في سورة الرحمن، قال والشمس والقمر بحسبان، وكلمة بحسبان أي بدقة متناهية.
يعني انا لما اقول لحضرتك دلوقتي شهر اغسطس اللي جاي هيحصل فيه كسوف وخسوف الساعه كذا الجهه كذا و الى اخره، ودي ما مش ده اسانيد علميه بيتكلم فيها اصحاب العلم في الخسوف والكسوف. يعني انا بكلم حضرتك على حاجه لما يعني خليني بس في الابراج، ما تاخدش مال العلم، يعني مال العلم ما حدش هيختلف عليه. طيب ما تسمعني للاخر عشان اوصل لك الرساله يا استاذ وائل، ادي لنفسك فرصه انت والساده المشاهدين والضيوف بتوعك يفهموا علم. طب ما تحلوا لنا المشاكل يا جماعه بقى، طالما انتوا بتتوقعوا اعرف لنا بكره في ايه وبعده في ايه في ايه، وهقول لك بعد في ايه، وهقول لك توقعات بالدليل وبالبرهان، وهثبت لك ان علم الفلك علم كذبي، وهقول لك ان رجل الدين الاول في مصر لما بيشوفوش الهلال بتاع رمضان بيقول لك ثبت فلكيا. مشكلتك يا استاذ وائل انت وضيوفك بعيدا عن فرعون والاستاذ عبير ان كنتم بتدمجوا الفلك بالحاجات الثانيه. الفلك هو حد قال لك انه ما فيش علم فلك فلكيا؟ ما هو الراجل هو عالم فلكي لكن ما بيتكلمش، لا يعترف بالابراج وتفسيراتها اللي انتم بتقولوا عليها. يعني يا استاذ وائل، عايزين نصلي على النبي كده يا دكتور. هو في حد بس بعد اذنك، في حد مننا انكر ان في بروج في السماء؟ ايه البطء ده؟ سؤالي دقيق بس، هل في حد مننا انكر حتى الدكتور قايل من شويه ان في 12 برج في السماء؟ مش استاذه عبير قالت لا ده 88، يعني الاثنين مقرين ومختلفين مش في العدد، فاحنا مقرين بوجودهم. هات لي بقى من الايات اللي حضرتك قلتها ان بتقول ان هذا البرج يؤثر فينا. انت لما جبت ايه قلت ان ربنا سخره لينا، يعني اثبت كلامي، هو مسخر ليا زي الحمار زي حاجه انا اللي بحركه مش هو اللي بيحركني. هات لي آية قرآنية بتقول أن هذا البرج هو اللي يحرككم. احنا عارفين ان في بروج في السماء وعارفين ان في نجوم، بس احنا مختلفين ان هي اللي ماشياني وهي المتحكمة في سمات شخصيتي، هي تخلي حد يتنرفز وتخلي حد يبقى رايق. طيب اتفضل دكتور محمود، تعليق اخير بس يا اتفضل. حضرتك ممكن ارد بس على دكتور عمارة في قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. هل الغاسق اذا وقب اللي هو القمر اذا غاب، هل لما القمر اذا غاب في شر؟ طيب اولا كلمه غاسق اذا وقب في قاعده معروفه قرانيا كده ان لما ربنا يسمي الاشياء باسمائها زي القمر زي الشمس حلو كده، مش لا ما ينفعش اجيب كلمه غاسق واسقطها على معنى ثاني لان المعاني القران ما فيش فيه لا لا ده في تفسير الطبري، اجيب لك تفسير الطبري غاسق هو القمر اذا غاب. معلش بعد اذنك في تفسير الطبري انا ممكن اجيب لك من التفسير دلوقتي أوكي. ان الايه اللي بتقول فلما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين الحامئه قالوا ان الشمس تقع في بير. انا التفاسير دي مش دين، دي اراء بشر، وهذه البشر هؤلاء البشر ممكن طيب ممكن يخطئوا. طيب ما حد بقدرش اقول لك دلوقتي، لكن ما تجيش تقولي لي غاسق اذا وقب. انا حضرتك اللي انا قريته والبحث اللي انا بحثت فيه. طيب انا قريت التفسير بتاع انا هكمل لك غاسق اذا وقب. حضرتك ما تعرفش يعني ايه غاسق، انا اعرف يعني ايه غاسق من خلال الطبري. طب بس هكمل لك. طيب هاخد بس الاستاذ محمود الشامي نكمل تعليق الاخير. اتفضل استاذ محمود اتفضل. ايوه استاذ وائل، وجد ان الجماعه بره الناس بتوع العلم وبتوع الاحصاءات وبتوع الحاجات العلميه وجدوا ان اثناء اختمال القمر بدري بتكسر حوادث السير، بتكسر حوادث العنف الجنسي، بتكسر نسبه هيجان المجانين في مستشفى الامراض العقليه، كمان بيحصل عمليه المد والجذب. القمر ليه تاثير، ليه تاثير جامد جدا على الانسان، مش هو مكتمل بدري بس، لا ده بكل مراحل حياته. اللي هو ايه القمر؟ القمر بتنشر منه جاذبيه مغناطيسيه بتاثر على اللي هو انت بتعرفه ازاي انت؟ ده خاضع لقياسات علميه. وايه علاقته باللي مولودين في شهر كذا؟ عايز اشوف انعكاز ده على الابراج اللي مولود شهر كذا وكذا ازاي؟ بتصدروها للناس انه برج الحوت كذا والعقرب كذا. يا استاذ وائل ايه علاقته؟ والسلام يوصينا نصوم 13 و14 و15 من كل شهر عربي، ويوصينا نصلي صلاه اسمها صلاه الكسوف. كنا واحنا زمان واحنا عيال صغيره بنطلع بالحلل والغطيان ونقول يا بنات الحور سيبوا القمر. اتاري في صلاه اسمها صلاه الكسوف الممثله صلاه الصفه، اثناء اكتمال القمر بدر واثناء الكسوف والخسوف بتنشر طاقات كهرومغناطيسيه تلخبط كهربه الانسان يا استاذ وائل.
والموجات الكهرومغناطيسيه دي بتاثر على مواليد الناس يوم كذا وشهر كذا، يعني الموجات اللي طالعه من القمر يا استاذنا العظيم، الموجات نازله بتنقي الناس مواليد شهر 5 مواليد شهر 4. موضوع نقاش يا جماعه، كل الموجه لا مش كده.